إياكي تغلطي، إياكي. حاضر، بسرعة قوي. يا مو بس مو أبي الله يطول بعمره نبهنا نلزم الحيطة والحذر من الفايت والطالع لعنا. لك أمي خطي خطي، مو أنت عم تقولي إنها جوعانة؟ يعني شو أعمل هلأ؟ دخليها لك أمي دخليها، لأنه الحسنة بعشر أمثال عند رب العالمين. يلا أمي روحي الله يرضى عليك، روحي. أنا إجيت لعندك خصت نص لأني حبيتك، وبصراحة أمو هاين علي تعدي لحالك. بعدين أم صابر فتح عينك هالقد قدها، بكرة ما بيضل عرسان بالحارة، وبتقولي يا حيف ويا ندى. يو معقول ما يضل عرسان بالحارة؟ لك لكن شو عم قلك، إلفيت الحارة بيت بيت، والشاطرة فيه أن تكتب اسم بنتها وبنت أختها، إلا أنت حطيت للحزن وقاعدة. والله خايفة على زعل ابني. رح نرجع لنفس السيرة أم صابر، ما عم نقلك ابنك أول ما يوصل رح تجوزيه، وهو رح يضب عروسته ويقعد، وأنتي طيب شو رأيك تعطيني فرصة أبعت له مكتوب لابني وأسأله عن رأيه؟ يو لك شو مكتوب ما مكتوب؟ إيه لبين ما يوصل المكتوب عبلاد مصر ويرجع، إيه بيكون اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب. طب عطيني فرصة بس لبكرة يا خانو. بس افهم شو بدك تساوي لبكرة؟ آه ما شبعتي صفن؟ يعني قولتك اتكل على الله وحط راسي بين هالروس؟ هي علينا، رح نرجع لنفس الموضوع، لك رح يصير عرس مطنطن ما صار بكل هالحارة. شبك خلص اتكلت على الله وعليك يا خانو. لك وحياتك يا أم صابر، لنقي لك عريس يرضي قلبك وخاطرك. يو ليش جنابك اللي بتنقي العرسان؟ لك لا شو نقي عرسان، بس بقدر قله للآغا انه ينقي لك واحد ظريف ومقدر. اي طبعا، لكان شو لازمني عريس مقدر وظريف بعد هالعمر هاد؟ ايها اسمعي لقلك، هلأ بتعدي وبتشوفي كل شي بدك إياه وبتكتبي لي إياه على ورقة مشان نبعت رجالنا يشتروا لك إياهن ومن أحسنه. فضلك سابق يا خانو. ومشان ابنك محمد ما تاكلي همه، أول ما يرجع تاني يوم رح جوز لك إياه. الله يديمك يا خانو. الله يسلمك. يلا عن ابنك قاعدين. لا خلاص لازم نروح. مع السلامة. نورتي. مع السلامة. صحة وهنا تقبرين قلبك. حاولها تفضلي، جيب لك شي كمان؟ لا يسلم ايديك بفضلته، لانه ممكن جايز ثلاث اربع صيام ما اقدر اكل. يو شو هالحكي ليش بقى؟ وين بدي اكل؟ اذا ما عندي لا سند ولا ولد ولا حدا ودايره بهالحارات من قرني لقرني. شلون يعني مالك حدا؟ طيب وين اهلك؟ وين خلانك؟ قتلوهم الفرنساويه وما خلولي منهم حدا، تركوني لحالي مثل عرق زريعه بمصفق هوا، بلاد تاخذني وبلاد تجيبني. ولي على قامتي عليكي، هلأ الفرنساوية قتلوا كل أهلك وكل قرايبينك؟ إيه يا خانو، الفرنساوية مو بس قتلوا أهلي وما عارفي وخلاني، الفرنساوية قتلوا البشر والحجر وما خلوا منهم حدا، الله لا يوفقه. أنت منين يا عزمية؟ أنا من جبال القلمون يا ستي، بليلة من الليالي دخل علينا عسكر الفرنساوية وذبحوا الكبير والصغير والمقمط بالسرير. يا ساتر يا رب. يلي يعني إله أهله معارف ما بتشنطط هي الشنططة ومد إيديه للعالم. طولي بالك لك أختي، طولي بالك. أمي عاوزتك شوي من بعد إذنك. يلا أمي يلا. خير مامي؟ شوفي أمي شو رأيك إذا خليناها لعزمية عنا هون بالبيت؟ بس والله يا ميمي أنا يعني بخاف أبوك يزعل ولا يتضايق. بالعكس أمي، أبي بيفرح بهالشي لأنه من يوم يومه بيحب الخير. ميمي أنتي هيك بدك؟ يعني بركي إن شاء الله الله بحسنتها بيرفع البلا عنا. وأنتي ست العارفين أمي، صدقة صغيرة بتدفع بلاوي كبيرة. مزبوط حكيك تقبريني. شوفي لحنا منخلي عزمية عنا، بس لازم بالأول ناخد موافقة أبوكي، هيك الأصول. خلص مثل ما بدك، مع أني متأكدة إنه أبي رح يوافق. إن شاء الله. وبيني وبينك باين إخواتك حبوها، عم بياخدوا ويعطوا معها كتير. إيه خطي هي ظريفة وسمحة وبتفوت للقلب بسرعة. إيه والله مسكينة. يلا تعال. خلص طولي بالك، طالما نحن حبيناكي وأنتي حبيتينا قررنا نخليكي عنا. كيف يعني يا ستي؟ يعني رح تعيشي معنا هون بالبيت. عم تمزحي يا ستي؟ يوه والله ما عم أمزح. شلون؟ مو أنتي قلتي لي إنك مالك حدا وعايشة بالحارة؟ ايه
وبيتنا كبير وواسع وما عندي غير هالصبايا الثلاثه والطفل الصغير. سعري بسعرنا، مثلك مثلنا. بصلاه محمد عم تحكي عن جد يا خاني؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عن جد عم بحكي لك اختي، ما عم بمزح. يعني انا بده يصير لي قرني للنوم واكل وشرب بدون مذله ومهانه الناس؟ انتي رح تعيشي بيناتنا معززه مكرمه ان شاء الله. روحي ربي يجبر بخاطرك وما يحيجك لحدا، وانا بوعدك اني اخدمكم من عيوني من جوا. ايو شو تخدمينا ما تخدمينا، عم قلك رح تصيري وحده من اهل البيت. بنتي شو رايك كمان شوي تريحي هيك بدنك وتنامي لك ساعتين ثلاثه؟ لا الله يخليكي خليني بيناتكم، بعد هالاستقبال الحلو هالكلام ما عاد اجاني نوم، مع انه مهدود حيلي. خلص تقبريني خلص، الله يرضى عليك، اسمعي كلمتي. ما بدي خالفكم الرأي يا بيت الجود والكرم. يلا لك أنا بين ما تخلصي أكلك رح نوضب لك أوضة بالفرن، أهدى وأروق وأشرح. أنا شبعت الحمد لله، كنت بخير. لكن يا مو خذيها لفوق. تفضل. يلا أمي روحي ساعدوا أختكم. استغفر الله العظيم يا أختي استغفر الله. مش مشيت؟ يعني على البطيء البطيء، ما عم تفيق، عم تضلها نايمة من مفعول الدواء. ولي على قلبي عليها؟ بعيد الشر عن قلبك. معلش حبيبتي شو صار بجوزك؟ بين شيء؟ لا ما بين. يو ايش والارض انشقت وبلعته؟ ما بعرف، بس عمي الله يخلي لي اياه عم يركض ورا السيره ليل نهار. حبيبتي الله يقدم لك اللي فيه الخير. خلي لي اياكي تفضلي. اهلا وسهلا يا ميت. اهلين وسهلين. اهلا وسهلا اهلين حبيبتي. يا ميت اهلين وسهلين. يقبرني هالوش خلي لي اياكي يا رب. اهلا وسهلا. شرفي تقبرني. شرفي يا ميت اهلين. يلا رح اعمل لكم القهوه. اي تقبرني وانا حروح معي. ايه اهلا وسهلا. جزختك اختي والله داعي لك تقبرني. يا ميت اهلين وسهلين. معقوله خانم بنت عالم الناس وكنت حبها من صمصيم قلبي، ما عاد تطيق جيت لعنا ولا عاد تطيق اسمع باسمها؟ ليش هيك عم يصير فيني؟ ايه يا عميد اهلين وسهلين. اهلين حبيبتي. تسلم هالايدين. اهلا وسهلا. عادي تقبريني عادي شوي. عم طالب تفضل. بقول لحالي بما انه صار حيخزي العين حولها وحواليها كبرانه وصايره مثل القمر وشكلها شكل عروس، ليش ما تكون من بين هالعرايب؟ لا ايوه مو وقتها بنوب يا خانم. يو لكن امتى وقتها حبيبتي؟ وقت اللي بتكبري وبتعنسي وما بقى حدا يدق بابكم؟ لكن حلوه يا خانم، انا اختي جوزها مو معروفه وين اراضي، واختي الثانيه الله اعلم امتى رب العالمين رح يعافيها، وانا اروح واتجوز وافرح؟ لا مو حلوه بنوب يا خانم. والله صالحه معها حق تقبريني، يعني هلا جوازتها مو وقتها بنوب بنوب. انا معك اختي ام طالب انت وصالحه، بس كمان جوزها لمال الشام بجوز تطول رجعته كتير، ومريم كمان يعني الله يعافيها. لا ايوه تقبريني، شو تطول رجعت جوزها لمال الشام؟ عم حمزه اكد لنا انه اليوم قبل بكره رح يلاقي. ايه ان شاء الله يا رب. وبنتي مريم باذن رب العالمين اليوم قبل بكره رح ترجع مثل ما كانت واحسن. ايه ان شاء الله. أنا بصراحة قلت لحالي بيجي وبعمل واجبي معكم، يعني بما أني لفيت على كل أهل الحارة. أصيلة تقبريني، أصيلة وصاحبة واجب. تسلميلي. يا جماعة أنا صار لي فترة بيجي لعندكم بس ما بشوفها لمريم، وينها؟ إن شاء الله بتقبريني، هي بنتي مريم مو عم تاخد دواها؟ بقى دغري بتنام. أنا قلت لها هالحكي للمعاد خانم من دخلتها ياما. الله يحمل معه ويعافيها يا رب. آمين. الله يسمع منك تقبريني. يا ميت أهلين وسهلين. الله يفرج علينا ويحمينا من كل مكروه. يا رب. مشان الله طلعوا برات البيت. لك اطلع برات الأوضة مشان الله يا ربي. مشان الله اطلع برات الأوضة. ولك فاضي يا ريما هذا مين؟ لك انا حسان بطلتي تعرفيني. برا اطلعي برا اطلعي برا اطلعي برا. ولك خلاص. اطلعي اطلعي.
أهلين يا أهلين. أهلين أهلين الله يخليك. الله يهنيك ويحرسكم. أهلين ما بالشاه. شلونك يا مريم؟ إن شاء الله صرتي أحسن يا بنتي. الحمد لله يا أبي الحمد لله. كأنه في تمك حكي. لا يا أبي ما في شيء. شو لا تعي هعمل لك الشاي يا بي. ماشي يا بي ماشي. احكي له تقبريني لأبوك إذا متضايقة من شيء. احكي له ما في شيء يا بي. احكي رح نادي العزمية تشرب معنا شاي. ايه تعال نشوف تاني مين عزمية. كي أخذتنا السيرة ونسينا نقول لك. روحي تقبريني روحي نادي للعزمية. لك شو السيرة يا عمو؟ احكي له لأبوك. مو أنت صاحبة الفكرة. احكي له. واليوم إجت لعنا وحدة مسكينة على باب. تلفنا يا بي بس البنت ما بيصير. لازم نعرف أصلا منفصلة هيك خبط لزق تسكن معنا. سألناها أبو طالب قال أصلها من القلمون. هلأ بتشوفها درويشة ومسكينة من مخلوق أخطية معترة وعلى نياتها. وعزيزة النفس يا أبو طالب ألف يا ويلاه لحتى قبلت تبقى عنا. مظبوط يا بي. هلأ أنت بتشوفها وبتحكم عليها. وقلنا لحالنا بركي بحسنتها رب العالمين بيرفع البلاء عنا وعن هالولاد. آمين يا رب آمين. والله يا أبي من كتر ما بكيت وتنشوقت قطع قلبنا عليها. ما هان علينا نطلعها من هون. وبإذن الله حسنة قليلة بتدفع بلاوي كتير. إيه وما أكلها ونشربها ما رح يكسرنا يا رجال. خير خير إن شاء الله خير خير. السلام عليكم. أهلين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. شرفنا يا أختي. أهلا وسهلا فيك. الله يزيدك شرف وقدر وعز كل عمرك وزمانك وما يحيجك لمخلوق يخلق يا سيدي. يا أهلا وسهلا فيكي. هلا أنت من القلمون من وين حضرتك بالضبط؟ من آرا يا سيدي. من آرا؟ إيه والله بالنعم. من بيت مين؟ من بيت جراد. إيه أكرم وأنعم أكرم وأنعم. منك ومن عيالك. يا أبي أنا حبيت العزمية. شو الحكي؟ لك دخيلة عينك. طالما حبيتها خلص نحن بدنا نحطها فوق رأسنا. ليه هيك؟ منيح. دخيلك أنا. سلم رأسك يا رب.